يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل صحيح أن لوطا عليه السلام لم يدعو قومه إلى التوحيد لأنه لم يذكر ذلك في القرآن؟ وما ذكر في القرآن، ولكنهم فعلوا فاحشة ما فعلها ولا البهائم، ولم يسبقهم إليها أحد، فلذلك عذبوا عذابا لم يسبق له نظير. إن الله خسف بهم الأرض وقذفهم بالحجارة من السماء والعياذ بالله، رفعوا إلى عنان السماء ثم نكسوا بأرضهم على رؤوسهم وأتبعوا بالحجارة. نعم، هي جريمة شنيعة مخالفة للفطرة والانتكاس في الفطرة. نعم، أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. البهائم ما تفعل هذا، ما تجد ذكر ينزو على ذكر من الحمير ولا من الكلاب ولا من الدواب، ما تجد، الفطرة. نعم.